عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم اللي غنشاركوا فيها وصفة طبيعية أحبائي الأعزاء، وصفة لتبييض بشرة الوجه بشكل طبيعي. يمكن لينا هاد الوصفة هادي يمكن لينا نعملوها على البشرة ديال الوجه ديالنا أو أي منطقة بغيتوها توحد في اللون ديالها. هاد الوصفة هادي كيف ما كتشاهدوا وصفة طبيعية، المكونات ديالها غادي نحتاجوا فيها عسل النحل طبيعي كيف ما كتشاهدوا، عسل النحل طبيعي، وغادي نحتاجوا فيها عصير نصف ليمونه فهو كافي، وغادي نحتاجوا فيها ايضا ملعقه كبيره من الحليب السائل. طريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه احبائي الاعزاء طريقه بسيطه جدا كيف ما كتشاهدوا. غادي ناخذوا احبائي الاعزاء معلقه صغيره من عسل النحل، كيف ما كتشاهدوا معلقه صغيره من عسل النحل، وغادي ناخذوا ايضا معلقه كبيره من حليب السائل، معلقه كبيره من حليب السائل، وغادي ناخذوا ايضا كيف ما كتشاهدوا معلقه كبيره من عصير الليمون، عصير الليمون حتى هو ناخذ منه ملعقه كبيره احبائي الاعزاء. وهاد المكونات هذه غادي نخلطوها مع بعضها حتى تتندمج، نحصلوا على واحد الخليط متجانس. كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء غادي يولي كله خليط متجانس، الحليب والعسل وعصير الليمون. بالنسبه اللي عنده البشره ديالو حساسه يمكن له يغير الوصفه او يستغنى على الليمون، لان ولوحت ان الليمون عنده واحد الدور كبير في هذه الوصفه هذه. طريقه ديال استعمال ديال هذه الوصفه هذه، غادي ناخذ قطعه قطنيه احبائي الاعزاء وغادي نغمروها في هذا الخليط هذا اللي حصلنا عليه. وقبل ما نستعملوا هذه الوصفه هذه دائما اوصي بتنظيف الوجه او المنطقه اللي بغيتي تعملوا فيها اي وصفه. ناخذ قطعه قطنيه طبيه ونغمروها في هذا المحلول هذا وندهنوا بها الوجه ديالنا، وحتى بالنسبه للرقبه يعني من الرقبه البشره ديال الوجه ديالنا باش نوحدوا اللون في كلا المنطقتين. ونخليو هاد الوصفه هادي احبائي الاعزاء على البشره ديالنا لمده ديال 20 دقيقه، ومن بعد نغسلو الوجه ديالنا بالماء الدافئ. ويا ريت احبائي الاعزاء فاش تستعملوا هاد الوصفه هادي لتبييض بشره الوجه، دائما فاش نغسلو هاد الوصفه هادي على البشره ديالنا دائما ناخذ قطعه من الثلج ونمروها على البشره ديال الوجه ديالنا لمساعده المسام على الغلق. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، لانها وصفه سماوها الناس اللي جربوها وصفه سحريه، فعلا هي وصفه سحريه لتبييض بشره الوجه بواحد السرعه كبيره. يمكن لينا هذه الوصفه هذه بالنسبه للنساء اللي عندهم يعني عندهم حفلات مقبله، يمكن لهم يستعملوها بشكل يومي مره واحده في اليوم، يمكن لهم يستعملوها مرتين الا ما كانتش البشره عندهم حساسه بزاف، يمكن لهم يستعملوها جوج مرات في اليوم لانها وصفه طبيعيه. اما بالنسبه للنساء اللي عندهم حساسيه ديال الليمون يمكن لهم يستغناو على الليمون، يمكن لهم يحتفظوا بالعسل والحليب حتى هما عندهم بزاف ديال الفوائد بالنسبه للبشره ديال الوجه ديالنا. كيف ما ذكرت لكم يمكن لكم تستعملوها جوج مرات بالنسبه للنساء اللي عندهم يعني بغاو نتيجه سريعه، يمكن لهم يستعملوها جوج مرات في اليوم ويستعملوها لمده 3 مرات في الاسبوع. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لتبييض بشره الوجه، وايضا كنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم وتنضموا ليا وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.